السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في كورس البيتروكيميكال الفرقة الرابعة، درس البيتروكيميكال كيمستري. معكم الدكتور محمود فتحي. إن شاء الله إحنا في المحاضرة دي هنتكلم عن برودكت أو كيميكال نقدر نصنعه من الميثانول اللي إحنا حضرناه قبل كده كأحد الكيميكال اللي إحنا نقدر نصنعها من البتروليوم برودكت اللي بتطلع عندي. زي ما إحنا قلنا الفاينل برودكت بتطلع عندي مركبات كتير نقدر نصنع منها حاجات كتير جدا. احنا بنعتمد هنا في الكورس ده على السيمبل كومبوننت مش المالتي كومبوننت في تحضير بعض المركبات الهامه جدا فين في الصناعه. والنهارده ان شاء الله هنتكلم عن صناعه مين الفورمالدهيد. ففي صناعه هنا الفورمالدهيد المفروض انه بيعتمد على مين؟ على الميثانول كمادة أساسية أو كرياكتنت أساسي. طبعا احنا دلوقتي في السيرس بتاع السي 1، والسي 1 هيتحضر منها زي ما احنا قلنا كده الميثانول، وفي عندنا الفورمالدهيد، وان شاء الله برضه هنتكلم في المرة الجاية عن الكلوروميثينز كأحد السيرس أو الكيميكال اللي هي في السيرس بتاع السي 1. الفورمالدهيد كأحد الأديهيدات من المركبات المشهورة جدا في صناعات كتير جدا في الحياة، زي ما احنا هنشوف في آخر مين المحاضرة اللي عندنا. احنا بيتم تحضيره عندنا من الميثانول عن طريق اللي هو الكاتاليتيك أوكسيديشن للميثانول في وجود الإير. الكاتاليتيك اوكسيديشن للميثانول في وجود مين الاير كاحد الرياكتنت الاساسيه لانتاج مين الفورمالدهيد. الرياكشن الاساسي المعتمد عليه تصنيع او صناعه الفورمالدهيد رياكشن بسيط جدا اللي هو الاوكسيديشن في وجود كاتاليسيس للميثانول مع الاكسجين او نص مول من الاكسجين يدينا الفورمالدهيد مع مول من مين؟ من الميه، يعني تقريبا 1 مول تو 1 مول ريشيو ثابت. بيحصل تفاعلات جانبيه اخرى زي البايروليسيس رياكشنز، وده بيحصل للميثانول بحيث انه يتحول للفورمالدهيد، لكن بينتج معاه هنا المره دي مين؟ هيدروجين اكسبلوزيف جازز، ودي مشكله اثناء الصناعه بتاع مين الفورمالدهيد. عشان كده لازم نكون واخدين في الاعتبار ومهتمين جدا بنسبه الاكسجين للميثانول، والا يحصل انفجارات اثناء عمليه التحضير لانها بتتم في الفيبر فيس مش الليكويد فيس. في الاندزايرد رياكشن زي ما احنا قلنا اللي بتحصل بطبيعه الحال دايما لاي صناعه عندنا، خصوصا للحرق اللي بيحصل لأي بتروكيميكال بيطلع لي أكسجين ثاني أكسيد الكربون ومية. لما بيحصل له حرق في أكسجين زيادة في عدم وجود كاتاليسيس أو على السايد بتاع مين الكاتاليسيس عندنا أو السايد وول بتاع مين الرياكتور اللي موجود عندنا، يعني شغالين في عملية التحضير، فبينتج عندي مية وثاني أكسيد الكربون، ودي طبعا باي برودكت ما ينفعش تطلع عندنا، أنت بتعمل مشكلة وبتعمل بوزنينج لأغلب الرياكتنت اللي موجود عندي أو البرودكت اللي موجود عندي، او بتساعد في حدوث تفاعلات جانبيه اخرى احنا في غنى عنها، فلازم تتشال اثناء عمليه مين الصناعه العاديه. المهم ان احنا التفاعل ده عندنا كاتاليتيك رياكشنز، يعني المفروض ان في كاتاليسيس معين بنستعمله. من اشهر الكاتاليسيس اللي احنا بنستعملها في صناعه الفورمالدهيد اللي هو السيلفر والزنك اوكسيد. السيلفر والزنك اوكسيد وايرد ده بيتم استخدامه في صناعه مين الفورمالدهيد اللي عندنا. الرياكشن الاساسي اكزوثيرميك رياكشن بيطلع عندي طاقه اثناء عمليه التحضير، في حين ان التفاعلات الثانيه اندوثيرميك رياكشن فبتستغل بعض الطاقه اللي طالعه دي من التفاعل الاولاني، وتبص تلاقي ايه يحصل اللي هو البايروليسيس. تفاعل الاكسيد الاخير اللي هو اللي احنا بنقول عليه اندوثيرميك رياكشن برضه اكزوثيرميك رياكشن، يعني الاثنين دول اكزوثيرميك رياكشن، لكن التفاعل ده اندوثيرميك رياكشن اللي هو تفاعل بي اللي هو البايروليسيس اللي موجود عندنا. ايا كان في تفاعلات جانبيه او باي برودكت لابد من الاستغناء عنها او ازالتها اثناء الصناعه بتاع مين الفورمالدهيد عشان اقدر اطلع بيوريتي عاليه للمركب بتاعي. المهم ان الاوبريشن تمبريشن بيسميها اللي هو الهاي تمبريتشر او الرينج بتاع الهاي تمبريتشر، احنا قلنا في لو في مدويت وفي هاي. الهاي هنا هي من 500 لغايه 600، لكن بنشتغل على اتموسفيريك بريشر عادي. بطبيعه الحال اغلب المركبات او اغلب الماتيريال لما بعمل لها عمليه فيبريزيشن بتعمل ضغوط داخل الرياكتور بتاعي اللي انا شغال فيه، فالضغط بيعلى، لكن انا من الاساس مش معلي الضغط ومخليه في صوره مين الضغط الجوي. بعض الصناعات الحديثه او المصانع الحديثه اللي فيها شويه تطورات شويه في استخدام الكاتاليسيس بالذات بيستعملوا احيانا الايرن مولبدينيوم اوكسيد. الايرن مولبدينيوم اوكسيد ده من اشهر الكاتاليسيس الحديثه اللي ممكن نستعملها في صناعه الفورمالدهيد، بيطلع لي بيوريت عاليه وبيقلل لي درجات حراره الرينج اللي احنا بنشتغل عليه لغايه لما توصل ل 400 ل 425، بيكون في حدود كام؟ 400 ل 425، بخلاف درجات الحراره اللي احنا شايفينها بالنسبه لمين السيلفر او الزنك اوكسيد اللي بتبقى كام؟ من 500 لغايه 600، بس برضه عند ضغط جوي عادي 1 اتموسفير. اوكي، الاكسس اوكسجين
بنستعمله بزيادة عشان احتمالية حصول انفجار، يعني أثناء ما احنا شغالين، يعني بنحاول نتعامد إن احنا نقرب من ده، عشان كده التفاعل ده بيحصل في أثناء عملية التحضير عشان نتجنب حدوث الانفجار أثناء تحضير الفورمالدايد. ده السيكونس بتاع الأوبريشن نفسها أو العملية نفسها اللي احنا بنتعامل معاها. المفروض إن أنا في الأول خالص بيخش عندي الأير بري هيتد أيرز، يعني الأير اللي عندنا لازم يحصل عملية هيتنج في الأول قبل ما يخش على التفاعل عندي، بيخش على الهيت اكسشينجرز اللي عندنا بحيث إن هو هير أير أهو داخل من البامب هنا من هنا أهي، هيخش يحصل عملية هيتنج، هيتنج عالي جدا. بعد كده بيخش لمين؟ للميثانول ايفابوريتور. طبعا السايز الكبير ده بيقلل من الايه التصادمات اللي بتحصل ما بين جزيئات الايه، فبتقل درجه الحراره شويه، فبيكون التفاعل ساعتها هنا او بمعنى اصح الخلط اللي حصل هنا بيكون درجه حرارته تقريبا 54 درجه. بيخش ساعتها الميثانول عندنا في الميثانول ايفابوريتور، احنا كده حصل اللقاء ما بين الاثنين في الميثانول ايفابوريتور في الاول، لسه ما دخلناش على الرياكتور خالص، وبيكون الريشيو بتاع الميثانول للاكسجين من 30 ل 50%. المهم ان بعد كده بيحصل عمليه الرياكشن في الرياكتور هنا، بنضخه هنا ونعلي درجه الحراره على حسب الكاتاليست اللي انا شغال بيه. اذا كنت شغال بالسيلفر او زنك اوكسيد هيكون الرينج بتاعي من 500 ل 600، وممكن تعلى شويه لغايه 900 على حسب البيوريتي بتاع الاير. اذا كنت شغال على الكاتاليست اللي هي مستخدم فيها الايرون مولبدينيوم اوكسيد او اللي هو معمول له دوبنج بالكروم او الايرون، اصبح ساعتها عندنا هنا كده ايه الرياكشن هيقل عند لغايه 400 ل 425 درجه، يعني رينجات لكن المهم نكون فيها وزن فيها. يعني بعد كده بيحصل ايه؟ ان بيحصل سيندنج للبرودكت، خلاص البرودكت اتكونت في الرياكتور اللي عندنا ده او الكاتاليتيك رياكتور ده، بيخش بعد كده على اللايت اند ستريبر. يعني اللايت اند ستريبر الحاجات اللي احنا بنشد الحاجات اللي هي البسيطه اللي هي اللي ايه اللي هي الخفيفه. وبيحصل هنا عمليه الادزوربشن لمين؟ للفورمال دايت عندنا على ميه على ووتر هنا، فبيصبح عندي حاجه اسمها فورمال دايت ووتر ويتش برودكت، فورمال دايت ووتر ويتش برودكت. واي جازس عندنا من مثلا الاير او ايا كان بقى ثاني اكسيد الكربون وغيره والحاجات اللي طلعت كبري بروتك او هيدروجين بنطلعها من خلاص طلعت بره هنا، بحيث ان العمليه تفضل طول الوقت بتنتج فورمال دايت بيوت بتاعته عاليه شويه. بعد كده في الكحول ستيبر، بنشيل اي ميثانول زياده ونرجعه بعد كده في الصناعه تاني من جديد من اول البروسيس تاني من جديد. بنطلع ساعتها الفورمالدايد اللي عندنا او الناتج الفورمالدايد عندنا في الصناعه دي ما بيطلعش بنسبه بيوتي عاليه، لا بنطلعه تقريبا بحدود 37%، دي اقصى نسبه، لان من بعدها ما بيحصلش مشكله لينا. ايه المشكله بقى؟ ان الفورمالدايد لو طلعناه في صوره البيوريتي العاليه ان يكون البيوريتي بتاعته تقريبا 100% مثلا حاجه او 90%، تلاقيه يحصل له ترايمرايزيشن او بوليمرايزيشن. طبعا لو حصل الكلام ده انا مش هقدر استخدمه في اي تفاعلات، ويبقى عندي مش برودكت، هيبقى باي برودكت هرميه، مش هينفع معايا. يعني هستعمله في اسلوب تاني او احاول اعمل له تفاعلات اخرى بحيث ان انا ارجعه تاني. طب وانا ليه؟ فلقينا ان احنا خلطه مع الميه بنسبه 37% مع وجود بعض الكحولز اللي عندنا اللي هو الميثانول بنسبه من 3 ل 15%، يعني خلطه كده حلوه كده وهو طالع بتخليه ثابت، نقدر ناخده كفورمالدهيد في صوره الفورمالدهيد ونيجي شغالين بيه. عشان كده احنا بنسميه ساعتها فورمالين. يبقى ليه اطلقنا عليه فورمالين؟ لان هو اصلا مش فورمالدهيد بيور، هو فورمالدهيد معاه هو تركيزه في الميه 37% وباقي ميه، وبرضه داخل معانا نسبه من مين؟ من الميثانول اللي موجود عندنا كاستابلايزر، بحيث نعمله عمليه ايه؟ استابلايزيشن وما يحصلوش عمليه ترايمرايزيشن او بوليمرايزيشن في النهايه. خدوا بالكم بقى ان احنا عندنا اصلا المفروض ان الفورمالدهيد، طبعا دي بقى وصف الصناعه عامه اللي احنا قلناه ده بس في صوره كلام، يعني بحيث اللي عايز يعني يقرا. وزي ما احنا قلنا اول حته الجزء اللي احنا قلنا عليها اللي هي بيطلع في صوره 37% ومعانا استابلايزر من الميثانول موجود عندنا. في الاخر عايز اقول ان الفورمالدهيد ده بيخش في صناعات كتير جدا زي صناعه الميلامين، ودي من الادوات المنزليه، واليوريا فورمالدهيد او الفينول فورمالدهيد ريزين عامه، وساعات بنستعمله ان احنا نتحضر منه لما يتفاعل مع الامونيا الهيكسامين، ودي بتخش ككروس لينكينج ايجنت للفينوليكا ريزين. وحاجات كتير جدا في البينتنج بالذات بيخش في صناعاتها كتير جدا، او الجلو هو غيرها من الصناعات الاخرى اللي هي مفيده في الحياه، وفعلا تدل ان الماده دي ينفع نستعملها في حاجات كتير جدا، ممكن تعمل فيها كتب يعني ويطلع منها مئات الكومبوننت اللي موجوده عندنا. أشوفكم على خير إن شاء الله في المحاضرة اللي جاية، وكيميكال من ضمن الكيميكال المشهورة في صناعات البتروكيماويات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.